عيطنا في خالد بيبو واتكلمنا عليه كويس وقلنا كل حاجه. اتخصم لك كام في اللقطه بتاعت كولر دي اللي هنشوفها دلوقتي؟ انا لقطه وانا بغير يعني. طب هات لنا كده يا مصطفى خلينا نشوفها كده. خلنا بقى في المشاكل. ها بص يا كابتن، انا والله ما بعمل مشاكل وهفضل اقولها 10000 مره. ما بعملش. هو في صوت؟ الصوت بتاعك طالع. بس النقطه دي، انا كان الماتش ده كنا كسبين 1-0 وانا كنت طالع بين الشوطين، هو طلب مني حاجات اعملها. ايوه. وانا كنت بعملها كلها. فانا وانا طالع بساله، بس بقول له طب انا طلعت ليه؟ انا عملت كل اللي انت عايزه، انا عايز اكمل بدافع. أيه. بجري. حتى هو ساعتها ما ردش عليا، هو قال لي اوكي نو بروبلم وخلاص، الموضوع خلص. وانا خلاص الموضوع اتقبلت كل حاجه. طبعا الخصم اتعمل. احنا عندنا مشكله يا كابتن احمد والله في مصر، احنا يعني انا مثلا ما بعملش مشاكل خالص. ايوه. اعتراض زي ده باحترام، في فرق يا كابتن احمد باحترام. السوشيال ميديا تتكلم، الاعلام يتكلم، كل واحد يطلع يقول كلمتين، ساعات بتاثر. اكيد بالظبط يا كابتن. فعشان كابتن خالد لما جه لي قال لي احنا خدنا قرار عقوبه، قلت له يا كابتن شوف اللي حضرتك عايزه وانا معاك. قعدت مع الراجل قال لي ما عنديش اي مشكله معاك، انت ما عملتش مشكله ولا حاجه، بس كابتن خالد واخد القرار. صحيح. قلت له يا كابتن انا تحت امرك وموافق على القرار. ومعلش يا كابتن انا اسف يعني بخصوص بس الموضوع ده. هو الاعلام يا كابتن المفروض بيقول عليه استاذ صح؟ الاعلام؟ الاعلامي. بيتقال عليه الاستاذ محمد شبانه يعني. انا راجل متربي وهقول له استاذ يعني. لا مش هعمل مشكله كده. لا ما والله بالعكس. بس عايز اقول لك على حاجه يا كابتن احمد، انا ما بردش على حد خالص ولا بكتب ولا اي حاجه، بس استاذ محمد شبانه الاعلامي الكبير والمحترم. بص انا بقول يا كابتن احمد، انت ما ينفعش تتكلم على لعيب زيي ولا تقول على لعيب كبير زيي بيلعب في النادي الاهلي ولا راجل محترم تقول بيجعجع. انا ساعه الموقف ده يا كابتن احمد انا كتبت اسم على اليوتيوب قفش عشان اسمع كل الناس في مصر بتقول ايه. كل الناس اتكلمت كابتن احمد حسام، كل الناس اتكلمت باحترام واتكلمت ان قفش طالما غلط يتعاقب وكل، ومحدش بيغلطش يا كابتن. صحيح. لكن حضرتك ما ينفعش تقول بيجعجع. ليه بقى يا كابتن؟ انا راجل ابن ناس متربي. صحيح. وحتى وانا برد عليها كابتن احمد برد بقول استاذ محمد. صحيح. فهو لازم يبقى عارف لما يجي يتكلم على لعيب كوره ما يقولش الكلام ده كابتن، لان الكلام ده اسهل حاجه تتعمل يا كابتن احمد قله الادب. ايوه. او اسهل حاجه الرد. بص عايز اقول لك على حاجه، يعني انا عاجبني بس انا لازم اوضح واقول كده علشان هو ما ينفعش اي اعلامي مع احترامي لكل الناس بالعكس اتكلم زي ما انت عايز في الكوره كابتن. صحيح. بس ما ينفعش يطلع منك كلمه، لان اللعيب ده ممكن يطلع هو كمان يرد عليه. عندك حق، عندك حق طبعا. يعني طبعا النقطة بالنسبة طبعا يعني. الاستاذ محمد شبانه اخ وصديق عزيز وأنا جدا، وانا ما كنت قلت عليه استاذ لانه اكبر مني وراجل وانا احترمه. وانت بالعكس لكن بتتكلم، لكن ما ينفعش تقول يا كابتن انت طالع بتجعجع عليه. وانت يعني بالعكس مش حلو. عايز اقول لك على حاجه، انك انت النهارده بتعتب عليه دي حاجه مش بالعكس. انت انا عشان ما بطلعش يعني كتير فطلعت مع حضرتك فلازم اقول له، بس أكيد. لازم اوضح، لان انا لما بيبقى في حاجه مش حاببها او حاجه زعلان منها انا ما بعرفش، انا بحب اقول. صحيح. وبقول بالاسامي، ما بحبش بقى ايه ده في فلان. هو خلي بالك يا قفشه ممكن يكون الاسلوب يعني خانه مثلا التعبير، هو قصده يقول اني انت فاهمني، بس ان هو قال حاجات كتير انا ما اختلفتش معاه. بس الحته دي بالذات ما ينفعش، انا راجل ابن ناس وراجل محترم ومتربي وبلعب في نادي بالعكس كبير. بالعكس انت بلعب في نادي الاهلي، انت بتوجه له رساله بكل احترام وبكل ادب، وبالعكس وهو شخص محترم واكيد هيتقبلها، ولو سمعك اكيد يعني هو اكيد في يوم من الايام اتكلم عليا كويس. هو اكيد بس انا بتكلم في الحته دي بس النقطه دي. بمناسبه الانتقادات، لان احنا بقينا نشوف دلوقتي بصراحه، وده شيء بيحزنني جدا، انا ما عنديش مشكله من النقد، وانت قلت ان ما عندكش مشكله من النقد، واحنا كنا بنلعب كنا بيتم انتقادنا والكلام ده كده، ولكن مساله التجاوزات هي دي اللي فيها مشكله. يعني زي ما انت بتقول انتقدني قول اني قفشه مش مميز، قفشه لعيب كاعلامي بالظبط ما عنديش مشكله، انما التجاوزات دي بتزعلك انت وبقيه اللعيبه كلها. ايوه يا كابتن طبعا، لو اللعيب ما زعلش حضرتك كنت بتلعب كوره يا كابتن احمد وشفت كل الكلام ده. صحيح. بس ايامك ما كانش زي دلوقتي. انا ايامي بصراحه ما كانش بالصعوبه دي بالظبط كده، ما كانش كده، لان انا بشوف ناس دلوقتي بدات تدخل في مناطق مالهاش علاقه بالفنيات. ايوه طبعا بالظبط يا كابتن احمد، خلاص هو دلوقتي احنا بقينا في زمن حب وكره. يعني مثلا انت بتحب قفشه فخلاص قفشه ده بالنسبه لك هو رقم واحد في العالم. ما بتحبش كابتن احمد هتيجي على كابتن احمد، ده مش صح. العكس، انت ادي كل واحد حقه في الكوره واتكلم في الكوره. لا النهارده انت مش موفق، لا النهارده موفق. حتى في التحليل الكوره كابتن احمد طريقه بتفرق. يعني مثلا النهارده مثلا في ماتش عملت كوره غلط مثلا. صحيح. اكيد انا مش عايز اعملها غلط. أكيد. حتى انت لما تحلل او تقول حاجه على لعيب لما تتكلم عليه هو عمل حاجه غلط، بالعكس ده لو سمعك هيتعلم يسمع من كلامك يعمل بيه. صحيح. لكن هم مبقاش كده كابتن، قليلين يعني. بالظبط، عشان كده انا دايما بوجه رساله والله بجد والله، ان في الاول وفي الاخر كلم في المستطيل الاخضر فقط لا غير. صح. هتخرج بقى
اصل ده لعيب ما لعيب مش على قده، اصل ده لعيب اصلا ما عندوش فكره، اصل ده لعيب مش عارف يعني. بجد والله انا بشوف كابتن معطيك ده، في ناس دلوقتي بتقول مين اللعيب اللي يمشي من النادي ومين اللي يقعد. يا كابتن ما فيش الكلام ده في الكوره والله. يمكن انا عندي 27 سنه، انا صغير ما اعرفش، حضرتك عارف كل حاجه في الكوره. كابتن ما فيش حاجه اسمها محلل يطلع في التلفزيون يقول المفروض مثلا سين مثلا يمشي من الزمالك او واحد تاني يمشي من الاهلي، مفيش الكلام ده يا كابتن. هو المدير الفني ده موجود ليه؟ اتفق معاك، علشان هو اللي يقيم وهو اللي يقول مين يمشي ومين ما يمشيش. فني واداره وكده. انا زي ما بقول، انت عايز تنتقدني انتقدني من خلال ادائي فقط لا غير في الملعب. هي الناس لازم تعرف الحاجات دي يا كابتن، لان دي مهمه، وهديها كابتن هتصلح الكوره وهتخلي العلاقات كويسه وفي سوء نيه وفي نيه طيبه. عارف ده هيحصل امتى؟ لما يبقى في رقابه وثواب وعقاب شويه. صح. على الكل الناس. صح يا كابتن، كل واحد بيطلع عنده مسؤوليه، لو هو مش قد المسؤوليه دي يبقى لازم هنا يتم عقابه، لان طبعا لو احنا سيبنا الموضوع كده يبقى اي حد يشتم في اي حد واي حد يتكلم على اي حد، وده غير مقبول، لان في الاول وفي الاخر الاعلام، احنا يمكن بنتكلم في الكوره، انا مش اكيد مش اعلام وكده، بس هي في النهايه هي رساله الناس بتتفرج عليك والناس بتتابعك، وانت المفروض مثل وقدوه وعندك مسؤوليه، يبقى لازم تبقى عارف انت بتقول ايه. طبعا خلينا نروح بقى للمنتخب، علشان انا حسيتك انك انت ايه شديت شويه. لا خالص يا كابتن، انا كابتن احمد والله العظيم، حتى مع اصحابي انا في النادي وبره النادي وفي البلد وفي بيتي وفي كل، انا كابتن مش هعرف اتكلم غير لما اقول كلمه حق. صحيح. لو على رقبتي. طيب ما تسالنيش في حاجه، عشان مش هقول لك غير الحق، عشان لو سالتني وقلت الحق وزعلت يبقى ما تجيش تسالني تاني. لا خالص لا مش قصدي على حضرتك، انا فاهم انا فاهم عامه بشكل يعني. عام حتى اصحابي ساعات صحابي ما بيجوش يتكلموا معايا عشان عارفين ان انا اقول الحقيقه. ايوه. فالحقيقه دي هتعمل ايه؟ هتزعله، فلا هيروح لحد تاني يديله هو الكلمتين الحلوين. لا انا مش كده.